مساء الخير. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول في عيد المقاومة والتحرير إن حزب الله مصمم على مكافحة الفساد ووقف الهدر، وإن هذه معركة يجب أن تكون وطنية لا حزبية، وإن حزب الله يتطلع إلى تأليف حكومة قوية وجادة وفاعلة تضم أوسع تمثيل للقوى السياسية. نحن سنؤكد على أهمية إيجاد وزارة تخطيط حتى يمشي البلد على هدى، على رؤية، على وضوح، ما نضل نخبط خبط عشواء ونشتغل بشكل يومي. نحن لم نطلب وزارة سيادية، شفت كتير في سفارات عم يسألوا عن هذا الموضوع، وعندما نلتقي مع رئيس المكلف لن نطلب منه وزارة سيادية. وضمن التوزيع الحقائب على الطوائف، لأنه هاي تركيبة لبنان هيك، الوزارة السيادية التي ستعطى أو يتفق عليها للطائفة الشيعية محسوم، متفقين نحن ودولة رئيس نبيه بوي أنها من حصة حركة عمل. نحن مثلا فصلنا بين الوزارة والنيابة، هذا لا يلزم أحدا، يعني نحن عم نقول تجربة لأربع سنين، لأنه وزرائنا عندهم مسؤوليات كبيرة والنواب عندهم مسؤوليات كبيرة، فصلناهم. ونحن سنفي أيضا بهذا الوعد، يعني في الحكومة المقبلة وزراؤنا لن يكونوا من الإخوة النواب اللي وعدنا فيه بالانتخابات. ونحن بدنا نبلش نوفي بالوعد. كان موضوع مكافحة الفساد ووقف الهدر المالي في خزينة الدولة، هلأ بدنا نقول نحن رايحين فيه على الإجراء، على التنفيذ. بدي أكد حزب الله مصمم على تحمل هذه المسؤولية. اليوم قيادة حزب الله شكلت ملف وعينت مسؤولا لهذا الملف يعمل تحت نظر الأمين العام لحزب الله مباشرة. اخترنا من بينهم الأخ النائب السيد حسن فضل الله. إذا بنكمل هيك بهذا الهدر وبهاي الفساد أكيد البلد رايح على انهيار. طيب نحن ما قدمنا دم، مع اللي قدموا دم مش لحالنا، للدفاع عن بلدنا حتى بلدنا يفلس وينهار ويخرب وتعم فيه الفوضى والحرب الأهلية وسير العالم تقتل بعض على لقمة الخبز. يعني يجب أن تخاض معركة وطنية ضد الفساد والهدر، مش معركة حزبية ولا معركة تاخذ طابع طائفي أو طابع مذهبي. الرئيس المكلف سعد الحريري يجول على رؤساء الحكومات السابقين ويوجه رسائل سياسية. جولة للرئيس سعد الحريري المكلف تأليف الحكومة ذات بعدين، الأول بروتوكولي على رؤساء سابقين والثاني للتشاور قبيل انطلاق الاستشارات النيابية غير الملزمة. جولة بدأت من دارة الرئيس سليم الحص، صرح بعدها الحريري بأن الاحتكام إلى تمنيات الكتل يضعنا أمام حكومة ستينية، معتبرا أنها ستكون على شاكلة حكومة استعادة الثقة وبأن الضغط الإقليمي سيسرع تأليفها. بدنا حكومة يكون فيها توافق وطني على العناوين العريضة وحتى على بعض التفاصيل. يعني كنت إقصاء لبعض الأفرقاء السياسيين، وخصوصاً أنه صدر بعض المواقف في تخوف من إقصاء مثلاً المواقف صدر عنه. لا أنا نويت ليش بده يصير في إقصاء، لأنه هن نجحوا بالانتخابات والربح، يعني عملوا تقدم. وضعهم في المعارضة. لا ليش بدنا نحط هذه الامور بالعكس؟ يعني انا بشوف انه القوات قيمه مضافه بالمجلس الوزراء. والى دارة الرئيس نجيب ميقاتي توجه الحريري طاويا حقبه سجالات الانتخابات، ممهدا للقاءات وتعاون ومحاسبه. وانا يعني اصلا كنت كل الود لدولة الرئيس، وان شاء الله هذه العلاقه تتطور بالشكل اللي نناتنا بنطمح له. رح يمثل بالحكومة بحقيبة وازنة. تنين حيجي هذا التنين. يكون الأستاذ نادر الحريري من أحد وزراء رئيس الجمهورية. هذا كله كلام، يعني أنا ما بعرف من وين بيطلع. السجلات السياسية اللي ظهرت بفترة الانتخابات هل طويت جميعا؟ دائما في أولويات، واليوم الأولوية هي نحو حكومة تكون قوية. إذا في غلط بنقول إنه في غلط واتفقنا على الموضوع، إنه ما بيكون في أي شيء شخصي بين بعضنا. السنيورة غاب عن الندوة البرلمانية وحضر بنصائحه. هذه مرحلة يلي حيخوضها دولة الرئيس ليست سهلة
ولكن أنا بعتقد أنه اكتفى عرض. ماذا لو حزب الله طالب بتوزير أحد الأشخاص المدرجين بقائمة اللي تضمنتهم العقوبات الأمريكية الخليجية؟ نحن بلبنان بكون من الحكمة أنه نوزر شخص مثل هذا. أنا برأيي أن نطلع من هذا الشأن، من هذا المنظار القانوني بالموضوع، مش من منظار التحدي. هذا الموضوع اللي عم حكيتي فيه أنت، لا حزب الله حكيني فيه ولا فريق سياسي آخر. رح يكون في جائزة طردية للرئيس السنيورة من بعد خروجه من الندوة البرلمانية بحقيبة وزارية؟ مين عم بيطالب بهالشغلة؟ أنت عم بتطالب أما المحطة الأخيرة فكانت في دارة الرئيس تمام سلام. في تحديات كبيرة بالبلد، إن كان اقتصادية ولا إقليمية، وهذا الشيء يجب أنه نصدى له. تتحرر كل القوى السياسية بالبلد من عقدها ومن شروطها المسبقة ومن هواجسها. وحث الحريري على التعاون لتأليف سريع في انتظار استشارات الكتل يوم الاثنين التي ستنطلق تحت مظلة ليس كل ما يطلب يحصل عليه. رواند أبو خزام، قناة الجديد. وزارة التخطيط أو التصميم حاجة لابد منها في الحكومة، لكنها قد تكون أبرز عراقيل التأليف. مع كل تأليف حكومي في لبنان تنشأ حقائب وتختفي أخرى، ومن أبرز الوزارات المحتمل إنشاؤها اليوم وزارة التخطيط أو التصميم، وهو مطلب الثنائي الشيعي. نحن بحاجة إلى وزارة التخطيط تضع الرؤى والسياسات، إلى تجديد إنشاء وزارة التصميم والتخطيط. في عام 54 ظهرت وزارة التصميم في حكومة سامي الصلح، وبقيت حتى الحرب الأهلية، واختفت مع حكومة شفيق الوزان، واليوم إذا ما عادت ستكون من الوزارات المهمة، بل أم الوزارات، لكونها ستقدم خططا ودراسات لسائر الوزارات ومؤسسات الدولة. هي لازمة جدا، وبالمطلق نحن بحاجة إلى وزارة التصميم بكل شيء، يعني في كل المجالات، كل وزارة بمجالها بتنفذ ما ترسله وزارة التصميم إليها أو ما تطلبه الوزارة من وزارة التصميم. على قدر أهمية هذه الوزارة فإنها قد تكون محل أخذ ورد في الأيام المقبلة، إن لم تكن سببا في تأخير تأليف الحكومة، فوجودها يعني منطقيا إلغاء مجلس الإنماء والإعمار. وجودها بالمطلق أساسي، لكن إذا بدنا نحكي بالسياسة هون، هيدا مطلب شيعي هلأني بسيقب هيك وما يسمى والأعمار من حصة السنة يا أخي. يعني إذا وزارة التصميم مطلب شيعي وبالمطلق سليم هذا المطلب، وإذا متمسكين السنة بما يسمى والأعمار معتبرين حصته، فحللي هالأزمة ها. لأنه وجود وزارة التصميم لا يفترض بقى وجود ما يسمى والأعمار، خلص باش له لزوم. وزارة تخطيط أو تصميم أم الاثنين معا لا فرق، الثابت أنها ستكون من الوزارات الأساسية وربما السيادية. وجوب النظر في استحداث وزارة خاصة للتخطيط، وما هو أكثر ثباتا أنها لو أعيدت فستكون من حصة حزب الله. نعيم برجاوي، قناة الجديد. عيد المقاومة والتحرير يمر خجولا بعطلة استنسابية وذكريات افتراضية لا تتخطى حدود الصور والأناشيد ومنشات السفير. قبل 18 عاما لم يشهد لبنان فرحة كفرحة الجنوبيين واللبنانيين بالتحرير. ومع مرور السنوات اقتصر الاحتفال بيوم 25 من أيار على عطلة رسمية وكلمة للأمين العام لحزب الله وبعض التهاني الافتراضية. في بلدان العالم أجمع لا يوم أعظم من يوم النصر على الأعداء. لكن في لبنان حتى بالعطل غصوا،
ففي عام 2005 أصدر رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة مرسوما حكوميا قضى بإلغاء عيد المقاومة والتحرير من قائمة العطل الرسمية على قاعدة العطلة تسرق مجد العيد. أنا ألغيت يوم العطلة لأنه لبنان يحتاج إلى مزيد من أيام العمل. هذا ليس انتقاصا على الإطلاق من أهمية يوم التحرير. ربط الأمور بالعطل أنا هذا الذي أنا ضده، وأعتقد أنه البلد بحاجة مزيد. نحن بنخدم الاستقلال وبنخدم التحرير أكثر وقت اللي بننتج وبنشتغل أكثر. وعلى الرغم من استعادة العطلة الرسمية أخيرا، ما زال عيد المقاومة والتحرير يمر خجولا، فلم يبقى منه سوى ذكريات مبعثرة في صور وأغان وأناشيد ومنشط السفير الجنوب يحرر الوطن. فاصل وبعده نواصل النشرة. أهلا بكم من جديد. من ينقذ الطفل حسين؟ محروق قلبي على ابني، عايش على دولة الكهرباء ما بيتحرك، إذا ما بفرض له إجره ما بينفرضه، بضل إجره مطوية بسبب خطأ طبي. صار عنده خلع بوركه اليمين ووركه الشمال، صار بياكل أكل مطحون، ما بيقدر بيطحن الأكل، ما بيعلق بحنكه وما بيقدر، وما بيشوف بعيونه أبدا كمان، ما بيركز، ما عنده تركيز. بعترت انت يمي. بدنا نعمل له عملية لنزرع له كورنيات لعيونه، وكهرباء كتير براسه، وبده عمليات الورك اليمين وورك الشمال لأنهم مخلوعين. قال لي لازم ضروري نعمل له عمليات، بركي إنه بيقدر بيمشي الصبي على إجره. بده علاج الفيزيائي دائم لإله بالأسبوع 4-5 مرات. كل العمليات بتكلف تقريباً حوالي 50,000 دولار. بتمنى من كل أم ومن كل إنسان عم بيشوفني يساعدني منشان الصبي هيدا يقدر يمشي على إجره، أقدر إني أفرح فيه وشوفه عم يمشي بالبيت. الله يشفيك يا أمي، الله يشفيك ويخلي لي. نشرتنا انتهت، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.